إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا، خالصا يصلي لله عز وجل، لكن ليس صلوا كما رأيتموني أصلي، يرد من أحدث، حديث عائشة الذي هو ثلث الدين، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ويأتي العمل يكون صوابا، يعني يصلي صلاة كما صلوا كما رأيتموني أصلي، لكن ليست خالصة لله، إنما أراد بها ثناء الناس، بالذات في أيام رمضان كل ما يخلص يبعد واتسبت، إيش رأيكم؟ ها؟ التلاوة كيف كانت؟ أوكي. تمالك كبر على نفسك أربعا، راحت منك هذه. وقالوا إذا هناك من الأعمال ما إذا داخله الرياء فسد كله، ومن الأعمال من إذا داخله الرياء فسد الجزء الذي فيه. مثال ذلك رجل عنده 100 ريال فتصدق ب50 مرائيا، وتصدق بال50 الأخرى مخلصا، فالأولى ردت والثانية قبلت. رجل صلى صلاة كاملة 4 ركعات متصلة، فرأى في ركعة منها بطلت الصلاة كلها، لأن كل الصلاة إيش؟ متصلة. عرفتم الآن؟ فأحيانا يكون الرياء في جزء منها فتفسد الكل، ويكون الرياء في جزء منها فيفسد الجزء ويبقى الباقي. وضحت الآن؟